أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن حكم إلقاء الموعظة عند دفن الميت في المقبرة. المداومة على ذلك ليس من السنة، أما إذا عمل لسبب جاءوا متقدمين أو القبر لم يتكامل إعداده جلسوا، لا بأس إن طالب العلم ينتهز الفرصة ويعظهم بدل ما يتكلمون ويروحون ويجون ويضحكون، يستغل الفرصة ويعظهم إذا كان هذا لسبب، أما بدون سبب فلا. نعم.